كل الخريجين من يعني هالسنة مخرجات وزارة التربية كلهم قبلتوهم في مختلف الكليات؟ بالتأكيد احنا كل مخرجات وزارة التربية سوف تقبل في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية. ايش قد العدد عندك يقرأ؟ حاليا احنا بالنسبة لأعداد الطلبة بحدود للدور الأول، الدور الثاني بعد ما طلعت نتائج مال وزارة التربية ننتظر المفروض أن يعطونا النتائج في نهاية هذا الأسبوع من المحتمل، يعني حسب اللجنة اللي اليوم اجتمعت حقيقة مع وزارة التربية والتعليم العالي يفترض نهاية هذا الأسبوع. يعني بالنسبة لموضوع الإحيائي بحدود 125,000 طالب حاليا للدور الأول، عندنا بحدود 75,000 طالب عندنا بموضوع الجانب الأدبي، وبالنسبة للجانب التطبيقي بحدود 39,000 أو أكثر من هذا الرقم، فمجموعهم يصل بحدود تقريبا بحدود الأكثر من 240,000 طالب لهذه المرحلة. اللي راح يشاركون حسب المؤشرات اللي أخذتها من وزارة التربية حقيقة عندنا موضوع الدور الثالث بحدود 15,000 طالب موزعين بين الإحيائي والتطبيقي والأدبي. احنا اكو زيادة كبيرة بالنسبة نسيت، هو زيادة حقيقة ناتجة عن نمو السكاني للبلد. تعرف في عام 2003 كان عدد السكان بحدود 23 مليون، اليوم بحدود 38 مليون الى 40 مليون. هذا النمو السكاني مقابل زيادة بأعداد الطلبة.